فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنها؟ الضابط لا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبول في حال الحيض، هذا الضابط. وإلا الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.